السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة الأولى للأدفانسد ماتيريال إنجينيرينج. معاكم الدكتورة رحاب البدوي، إن شاء الله أكون معاكم في الكورس ده. بخصوص الأدفانسد ماتيريال، إن شاء الله هيكون في معانا 40 درجة أعمال سنة. هيكون في 2 كويز و2 أساينمنت إن شاء الله. أي تعليمات أو أي حاجة هعرفها لكم إن شاء الله هكتبها لكم على الـ LMS. لو في حد منكم عنده مشكلة أو عنده أي حاجة يكتب لي، يبعت لي على الـ LMS وأنا بشوف كل كتاباتكم. إن شاء الله أنا هسجل لك المحاضرات وهنزلها. يا ريت لو في حد في عنده أي استفسار تجمعوا الأسئلة وهنحدد ميعاد مع بعض، بحيث إننا نجتمع على المايكروسوفت تيم ونكون لايف. لو في أي حاجة أنتم مش فاهمينها نتكلم فيها سوا. بخصوص الكورس بتاع الـ Advanced Material، دلوقتي انا حابه ادي فكره عامه كده عن الماتيريال. معرفش انتوا درستوا ماتيريال قبل كده ولا لا، ولكن دلوقتي انا عندي اشكال كتير للماتيريال هتلاقيها موجوده حواليك في الطبيعه، في منها في صوره طبيعيه خام. طبعا هنبدا من الانسان البدائي، من اول ما قابل شاف الخشب واستخدموه كتير، وكانوا زمان بيعملوا منه العربيات الخشبيه. هتلاقي عندك الحديد، هتلاقي عندك الذهب. اللي انا محتاجه ايه في نهايه الكورس ده؟ انا النهارده ده هيختلف ايه عن كورس الماتيريال العادي؟ انا محتاج اعرف ايه ادفانسد ماتيريال، يعني ايه؟ ايه الانواع بتاعتها؟ ايه طرق التشغيل والتشكيل بتاعتها؟ ازاي اتعامل مع البوليمرز الجديده اللي انا عملتها دي؟ اشكلها ازاي؟ استفيد منها ازاي في الحياه العامه بتاعتي؟ استفيد منها ازاي في الطبيعه؟ تعود عليا بربح ايه؟ لو انا النهارده بتعامل مع ماتيريال جديده، احنا بوليمرز عملناها، او مع خشب مثلا في صورته الطبيعيه، ايه الفايده ما بين ده؟ ان انا ليه استخدم ده وليه ما استخدمش ده؟ ده المفروض ان انا اطلع من الكورس ده وانا عارفه. الكتاب ان شاء الله اللي انتوا هتستخدموه، هنستخدم كتاب اسمه Fundamental of Material Science and Engineering and Engineering Approach. الكاتب بتاعه اسمه ويليام كاليستر. الكتاب ده ممتاز للماتيريال، الماتيريال بصفه عامه. طبعا احنا هنحتاج منه اجزاء معينه في الكورس بتاعنا تبع السيليبس اللي احنا ماشيين بيه. ولكن الكتاب ده خليه عندك ريفرنس كويس ليك، هتحتاجه في اي كورس ماتيريال ان شاء الله بعد كده. طبعا الكتاب متاح اونلاين، انا نزلته لكم على الـ LMS بحيث ان انت تبقى الناس تنزله. ده الاوتلاين اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس. طبعا هنقسمها على المحاضرات بتاعتنا، ده طبقا للسيليبس بتاعك اللي موجود في اللائحه. ندي فكره كده عن الماتيريال وندخل منها للادفانسد ماتيريال. طيب زي ما انا لسه قايله لك، انا عندي ماتيريال موجوده بصوره خام في الطبيعه. عندي خشب موجود من الاشجار، عندي جبال بطلع منها حديد او بطلع منها ذهب، ايا كان ده الماتيريال اللي موجوده في الطبيعه عندي، هطلعها وهستخدمها. عندي برونز، طيب هطلعها وهقعد اشكل فيها بحيث ان انا اخليها في صوره اعرف اتعامل معاها. ده كده الشكل الطبيعي للماتيريال اللي احنا عارفينه. هنستخدم الماتيريال دي في ايه؟ هتلاقي الماتيريال موجوده حواليك في كل حاجه، انت بتعتمد على الماتيريال في وسائل المواصلات، بتعتمد على الماتيريال في الهدوم اللي انت لابسها، بتعتمد على الماتيريال في اساس البيت، كل حاجه حواليك ماتيريال، الشباك اللي انت، الاوضه اللي انت قاعد فيها، ايا كان خشب او الوميتال، كل دي ماتيريال، ان كان ماتيريال طبيعي في صورتها طبيعيه، ان كان ماتيريال مصنعه، كل دي ماتيريال انا بستخدمها بحتاجها في الحياه العاديه بتاعتي. طيب حضاره الدول قبل كده كانت بتعتمد على الدوله دي فيها ماده خام ايه؟ يعني مثلا نقول ان الدوله دي غنيه، لان ده فيها جبال من الذهب. المادة دي غنية ليه؟ ده أنا عندي فيها ثروات معدنية. أكيد سمعت الكلام ده ودرسته قبل كده. الثروات المعدنية دي بتكون في الصورة العادية الخام بتاعتها اللي إحنا بنستخرجها ونشغلها ونشكل فيها لحد ما نطوعها في صورة نعرف نستخدمها.
ده كده اللي احنا عارفينه عن الماتيريال العادية اللي احنا كنا بنتعامل معاها. طيب النهاردة ايه بقى الادفانسد ماتيريال اللي انا عايزها؟ ايه الادفانسد ماتيريال اللي انا هدرسها هنا؟ الادفانسد ماتيريال عندي هي عبارة عن بوليمرز، هي عبارة عن ان انا جبت نوعين من الماتيريال ودمجتهم مع بعض وطلعت حاجة ثالثة خالص، ماتيريال ثالث، صنف جديد، وابتديت ادرس الخصائص بتاعته وابتديت ادرس طرق التشغيل بتاعته، اشكله ازاي، ده بيتقطع، ده بيتكسر، ده لازم يتسخن، ده لازم يتبرد، ابتديت ادرس اتعامل معاه ازاي، وبعد كده ابتديت اشوف هو ينفع معايا استخدمه في ايه في الطبيعه. طيب انا عليا بايه ان انا اعمل الكلام ده؟ انا هدي نموذج لكذا مثال كده علشان نعرف استخدامات البوليمرز دي ايه، اللي هي الادفانسد ماتيريال عندي ايه. دلوقتي معظم العمليات الجراحيه هتلاقي الدكاتره، بعضكم طبعا اكيد سمع الكلام ده، يقول عنده مشكله في القلب فاحنا محتاجين نركب دعامه في القلب. دعامه دي عباره عن حته حلقه صغيره كده بيدخلها جوه الشريان القلب علشان يخلي الشريان يوسع، يوسع فسريان الدم يمشي فيه بسهوله. ايه بقى الدعامه دي؟ ايه الماتيريال اللي انا صنعت منها الدعامه دي؟ اكيد انا مش هجيب حته خشب واعمل منها دعامه وادخلها جوه، ما ينفعش. اكيد مش هجيب ذهب واعمل منه دعامه وادخلها جوه. طب ليه؟ اولا الذهب كده كده الجسم مش يعني ليه تاثير سلبي على الجسم، فالجسم مش هيتقبله بسهوله، الكلام ده ما ينفعش. انا عايز ادخل حاجه الجسم يقبلها ما يرفضهاش، عايز اعمل حاجه المريض يقوم ويمشي ويكمل اللي فاضل من عمره وهو بيتحرك طبيعي من غير ما جسمه يرفض الدعامه اللي انا دخلتها. ده بقى بيجي اهميه البوليمرز. انا عملت ماتيريال جديده، دمجت حاجات مع بعضها لحد ما طلعت بوليمرز جديده، وابتديت اشتغل عليها وابتديت ادرس خصائصها، ومن اهم خصائصها ان الجسم مش رافض النوع ده من الماتيريال، ده الجسم قبلها. طب يرفضها يعني ايه؟ يرفضها يعني يهاجمها، يعني تلاقي الجسم الراجل بدل ما بيخف علشان يقوم جسمه عمال يكون في افرازات وصديد وحاجات عشان هو عايز يطرد الجسم الغريب اللي انت دخلته جواه، الماتيريال اللي دخل الدين ضايقاه مش مريحاه. ده نموذج. في نموذج تاني للعمليات الجراحيه هتلاقي ان معظم الناس بتشتكي من فقرات في ظهرها، انها عايزين يحطوا لها دعامه في الفقره، زي حته صغيره كده، شريحه صغيره يرفع الدعامات عن بعض، يرفع فقرات الظهر عن بعضها. هتلاقي ناس عملت عمليه جراحيه بيقول لك ده عايز يركب مسمار او عايز يركب شريحه، كل الحاجات دي ماتيريال بتتحط داخل جسم الانسان وتفضل موجوده جوه ويفضل رايح جاي ويتحرك بيها. الماتيريال دي انا ما عنديش من الماتيريال الطبيعيه ان انا اقدر اعمل ماتيريال منها وادخلها، ما ينفعش اروح اجيب حديد واعمل منه وادخله جسم الانسان. يجي بقى دور الادفانسد ماتيريال، يجي بقى ان انا ابتديت اشتغل على مواد جديده ادمجها مع بعضها لحد ما اطلع بصنف بوليمر جديد اشكله واشغله واشوف الخصائص بتاعته وادرسها كويس واعمل عليه اختبارات كتير لحد ما اشوف ده لو اتعامل مع جسم الانسان مش هيسبب لي مشكله، بالعكس ده انا كده هستفيد منه. طبعا ده نموذج للي انا بقوله فيما يخص الادفانسد ماتيريال. هتلاقي عندك حاجات كتير انت بتحتاجها. انا في عندي نوع من الادفانسد ماتيريال، اسمه الناني تيوب. انا بستخدم الحاجات دي في الاشعه بتاعه الاكس راي، الكربون ناني تيوب، وبستخدمها في الاشعه بتاعه الاكس راي. انا في هتلاقي حاجات كتير طول ما انت ماشي عمال تشوفها. في طبعا الناس اللي متابعه دلوقتي، انا في ماتيريال احنا بنقول عليها تيفال بنستخدمها، ده نوع بستخدمه، طبقه بستخدمها تنفعني في اواني الطهي. كل دي ماتيريال مصنعه، انا عرفت ادمج بوليمرز مع بعضها لحد ما طلعت سبيكه جديده واشتغلت عليها وابتديت استغلها استفيد منها. عندي نوع كمان، عندي البلاستيك، وطبعا الناس ماشيه شايفه البلاستيك باشكال كتير قوي وخصائص كتير قوي. البلاستيك ما فيش حد جه قال لك مثلا ان انا عندي جبل وطلعنا منه بلاستيك، ولكن هو عباره عن بوليمرز
نتيجة ماتيريال دمجناها مع بعضها لحد ما طلعنا البلاستيك. كان بوليمرز جديدة اسمها البلاستيك، اشتغلنا عليها وشفنا الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية ليه، وعملنا وشفنا نتعامل ونشكله ازاي. وده طبعا اللي احنا هندرسه دلوقتي، هندرسه في الكورس ده، لحد ما قدرنا نستغله في الطبيعة. طيب ده هيعود عليا انا بايه بقى في الحياة بتاعتي؟ هيعود عليا من الناحيه الاقتصاديه، اكيد الماتيريال، اكيد الاستخدامات البوليمرز دي اكيد لها ربح. مثلا النهارده انا لو هشتري طبق من البلاستيك غير ما هكون هشتري طبق من الاستانلس او طبق من ايه تاني اللي هو الفخار، الحاجات اللي بتصنع منها الاطباق الصيني، اكيد هيفرق في السعر واكيد هيفرق في اللايف تايم بتاعه. انا عندي طبق وقع على الارض انكسر من اول مره، لا طبق بلاستيك انا بقعد يقع مني كذا مره بيستحمل. دي نموذج للماتيريال بتاعتي وتكلفه اقل طبعا، غير الامثله اللي انا وضحتها لك ان احنا هنحتاجها في العمليات الجراحيه في جسم الانسان. عندي ايه كمان استخدامات للادفانسد ماتيريال؟ هتلاقي ان عندك عالم السيارات، شركات طبعا هتنافس بعضها جدا في صناعه السيارات. زي ما موجود قصادي في الصورة، زمان كانت العربية اللي الناس بتتحرك بيها هي عبارة عن عربية خشب وبيجرها حصان. النهاردة النموذج قدامك في الصورة هو العربيات فضلت تتطور لحد ما احنا طبعا وصلنا العربيات دلوقتي اللي بنشوفها موجودة، والماتيريال اللي متصنعة منها العربيات دلوقتي بتختلف كلها عن بعضها. في حد يقول لك العربية دي معمولة من الصاج، ده العربية تلاقيها مثلا الناس اللي بتفهم في العربيات يقول لك ده العربية دي ضعيفة، ده الصاج بتاعها ضعيف، ده العربية دي سهل لو لا قدر الله في حادثة ولا حاجة العربية كلها ممكن تتأذي. الكلام ده كله ماتيريال، الكلام ده كله ماتيريال وادفانسد ماتيريال، مش ماتيريال عادية. أنا ما جبتش الحديد وطوعته وخلاص وتعاملت بيه، ولكن أنا عملت بوليمرز اشتغلت منها، سواء لجسم العربيه من بره او للفريم الكومبوننت اللي موجوده جوه الشاسيه بتاعك والطابلول بتاع العربيه والدركسيون، كل الحاجات دي ماتيريال وبوليمرز كمان ادفانسد ماتيريال. فبالتالي انا بحتاج الكلام ده كله في الطبيعه، في الحياه بتاعتي العاديه بحتاج ان انا اشكل بوليمرز جديده اعرف اتعامل معاها واستغلها، استفيد منها في الحياه، استفيد منها من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العمليه. طبعا في رسمه هي عدت بس انا مش عارفه ارجع لها، بتوضح لي بفترات زمنيه، يعني ده بس مثال توضيحي، يعني بيوريني اذا من كام سنه، من 5000 سنه الناس كانوا عارفين الخشب، بعد كده مع الوقت ابتدوا يعرفوا الحديد، مع الوقت ابتدوا يعرفوا الستيل، مع الوقت ابتدى يعرف طبعا الالومنيوم. الماتيريالز اللي موجوده النهارده، احنا بنتكلم في ماتيريالز ثانيه خالص، في بوليمرز ثانيه خالص، احنا بنتكلم في الفايبر وفي كربون نانو تيوب، دي بوليمرز بنتعامل معاها ولها استخدامات كتير. دي مقدمه كده وفكره عامه عن الجزء بتاع عن الماده بتاعه الادفانسد ماتيريال، وهي تفرق ايه عن الماتيريال العاديه وعن كورس الماتيريال العادي اللي انت درسته قبل كده. ان شاء الله هندخل بالتفصيل في كل حاجه في المحاضرات اللي جايه باذن الله، وانا معاكم ان شاء الله. لو اي حد عنده اي استفسار او عنده اي مشكله ابعت لي واكتبوا لي على الام اس، وانا بشوف كل حاجه انتوا بتبعتوها وبتابع كويس كتاباتكم. ولو في عندي انا اي جديد هنزل لك اناونسمنت على الـ LMS. شكرا لكم يا شباب.